أكيد هادي بأول فقراتنا رح نروح لنعرف أيضا اليوم المعالم الأثرية هل كان إلى أضرار ضمن الزلزال اللي عشناه من 6 شباط ولا اليوم. كلنا بنعرف أنه الزلزال هو اهتزاز مفاجئ، يعني بتكوني قاعدة فجأة، يعني بتحسي مو بتحسي، يعني هو صار واقع، يعني صحيح. كنا نشوفه بالأفلام، كنا نشوفه هوليود، كنا نتابع أفلام آخر الزمان. اليوم يعني كتير في بوستات اللي عم تقول أنه نحن عم نعيش هاي اللحظات. أكيد. هذا الاهتزاز المفاجئ عم يسبب تحرك صخور تحت الأرض. اليوم شو تأثير هذا التحرك على المباني إذا كانت قديمة أو حديثة؟ هل ممكن اليوم أنه يكون التصدع أكثر للمباني القديمة؟ أكيد يا رشا. وشو حيكون تأثير الزلزال على المعالم الأثرية؟ أكيد. يعني رشا، اليوم المواقع والمعالم الأثرية كان إلى للأسف نصيب من الدمار والخراب، وأفادت المديرية العامة للأثار والمتاحف بوقوع عدة أضرار بالمواقع الأثرية بعدد محافظات، إن كان باللاذقية، بحلب، بطرطوس و محافظات عديدة. يعني خسارة كتير كبيرة أثرية وقيمة حضارية للأسف يعني عم نخسرها بسبب هي الكارثة. ومثل ما ذكرت يا رشا، اليوم في أبنية فيها بعض التصدعات والتشققات وحتى كمان معالم أثرية، يعني مع كل هزة ممكن يصير البناء قايل للسقوط. لهيك مشاهدينا رح نحكي أكثر عن تأثير الزلزال على المعالم الأثرية وشو هي الزلازل اللي كانت عبر مر التاريخ. نحكي أكثر تفاصيل مع الباحث ودليل السياحي عبد الرزاق حمصي. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. صباح الخير لكل. يسعد صباحك استاذ. والله يهدي قلوب العالم ويدفي قلوب اللي مهجرين. آمين. اليوم هذا واجبنا نكون نحن متواجدين مع كل أهلنا. دائما بصباحاتنا وقت اللي بتكون حضرتك ضيفنا بنروح ضمن فقرتنا لنتغنى بجمال سوريا وبأثار سوريا، نحكي عن حضارات، عن ثقافات كتير مرقت على سوريا، ولكن اليوم نحن بوضع آخر. اليوم يعني ما توقعنا بيوم من الأيام نقعد هاي القعدة ونحكي اليوم عن زلزال وآثار سلبية على المواقع. صحيح. طبعا مثل ما أثرت على كل شيء بسوريا، بحلب وبلادية وبجبلة، أثرت على المواقع الأثرية والتراثية والأبنية القديمة والأحياء القديمة. هلأ أكثر شيء تأثرت هي حلب بالمواقع، لأنه يعني هي حلب كمان غنية بالمواقع التراثية والأثرية. في أحياء مثل حي تراثي اسمه حي الجلوم يلي مفوت له من سوق المدينة، ممكن هلا ينعرض بعض الصور. هذا كتير دمر، وهذا في أبنية تراثية، بيوت حلوة، فسحة سماوية وبحرة مبنية لأنه بس بحجر. هلا اللي بيبني الحجر بيأثر عليه الزلزال أكثر. نعم. هلا بالشام مبني طين ما كتير بتأثر عليه. المهم حي الجلوم، سوق المدينة اللي بدأ الشهير هذا القديم، بعد ما ترمم تقريبا 5 مقاطع منه رجع للأسف هلا الزلزال رجع دمر بعض أجزاء السوق القديم، هذا المشهور اللي بيعود لقرن 12، طوله 10 كيلومتر مع تفرعاته، هذا الدمر منه. والقلعة الشهيرة بحلب كمان تضرر أبراج وجدرانها الخارجية، وفي طاحونة كمان دمرت بحلب. في كتير أبنية تراثية دمرت هلا بحلب. يعني هلا محزن لأنه أنا دغري من لحظة الزلزال بلشت اتصل بناس موجودين هنيك وتبلغت أنه في بعض الأضرار، يعني بما بكفيهم كان هي الحرب كمان دمرت كتير. صحيح. ورجع دمرت، بس هلا بحكي انه كيف ان شاء الله بتقطع هاي المرحله. اكيد رح وتاريخيا تقطع. صار اسوأ وقطعنا. بالنسبه لحما كمان في واجهات ابنيه تراثيه دمرت او هبطت، بس ما في كتير بحما. بقلعه الحصن عند البرج القائد على اليمين في جدار كمان تهدم، بس لساتها متاحه زياده قلعه الحصن. قلعة المضيق كمان بعد الأبراج والجدران كمان دمرت. عفوا، قلعة المرقب ببانياس. كمان في بجبلة، الشيء الحلو أنه مسرح جبلة صامد ما صار له شيء. في بالقدموس كمان صار في أضرار بقلعة القدموس. هي بشكل عام. تمام. شكرا. بس انا حنوه شغله. تفضل. هلا امبارح عم يسالوني انه بعض المكاتب انه زيارات متاحه. ايه طبعا حاحكي هلا شو الزيارات المتاحه لو انه برات الموضوع. فضل. لسه في مواقع متاحه بسوريا كثير. على فكره هلا في جروب اجنبي موجود بحلب عم يتجول هلا بحلب.
اليوم امبارح وصل، اليوم عنده جوله بحلب، يعني في لسه ناس عم تروح وفي لسه شيء بنقدر نشوفه بحلب. هلا من المواقع بنشوفها هلا مثل ريف دمشق معلوله وصيد نيام متاحه للزياره، ما صار لها شيء. بنوصل لحمص كنيسه ام الزنار، جامع خالد بن وليد والسوق المدينه القديم كمان متاح للزياره. بحما حي الطوافره والنواعير وجامع النوري كمان متاح للزياره. بطرطوس طبعا ما صار لها شيء، في عمريت اقدم ملعب بالعالم، ومتحف تبع طرطوس كمان متاح، واللاذقية أوغاريت متاحة زيارة. بأغلب المدن السورية. بحلب في بعض المواقع، للأسف حلب القلعة مو متاحة حاليا، مسكرة، بس المتحف عم يقولوا أنه اليوم ممكن يفتح المتحف متاح. في الكنائس تبع حي جديدة مساحة الحطب يلي دمرت وترممت حديثا متاحة متاحة، يعني نحن تدمر متاحة بعض مع بعض الترتيبات وإبلة متاحة مع بعض الترتيبات، فإذا لسه في شيء كتير مواقع متاحة. نحن إذا بنحكي بلش نحكي تاريخيا على الكوارث بسوريا. قبل ما نبدأ بالتاريخ، يعني كنت عم تحكي حضرتك اليوم، يعني لما نسمع بموقع أو معلم أثري أول شيء بيخطر لنا أنه هو أكيد بناء مشيد بدقة أكيد وبصلابة متينة، يعني شو السبب اليوم أنه في مواقع تضررت أكثر من غيرها، ومثل ما ذكرت مواقع بالمرة ما تضررت، شو السبب؟ هلا انا كنت هذا الموضوع بدي احكي تقنيا، شو تاريخيا بسوريا شو تقنيه الابنيه اللي كان وشو كان يستخدموا للحفاظ على الابنيه من الزلازل من الكوارث. طالما ذكرتي لحقولها هلا انه تاريخيا كان يستخدموا تقنيه معينه. نحن مجتمع ريفي، كان بيوت الطين ما بتتاثر، لو تاثرت خلال ايام ترجع بتترمم وما بتسبب كوارث. بس في البيوت اللي كانت تنبنى او الكنائس او المواقع التراثيه تنبنى بالحجر، كان يحطوا ضمن الحيط جدار اعمده من خشب جوز، يرفعوا حجر ويحطوا اعمده ويرجعوا يكملوا الجدار. هي الاعمده ضمن الجدار تمتص الاهتزازات، يعني هي من التقنيات اللي كانت تستخدم من 2000 سنه. هلا بجيب مثال كنيسه مرسركيس بمعلوله، كانت معبد بعدين صارت كنيسة، عمرها 2000 سنة المعبد، بعدين كنيسة بالقرن الرابع تحولت. في قلب الجدران في أعمدة بالقسم القديم. بعثة ألمانيا أخذت أجزاء من العمود الخشبي وفحصته بالكربون المشع، طلع عمره 2000 سنة. فإذا نحن نستخدم هالتقنية. هلأ باليابان بيستخدموا هاي التقنية، يعني اليوم هي في هاي بعض التقنيات عم بقولها. هلأ في أبنية، هلأ أبنية الإسكان والمدارس اللي بنتها الاسكان، المؤسسه العامه للاسكان او الاسكان العسكري ما انهارت، لانه تحت هي عم احكي بالحديث في حصيره اسمنتيه. هي انا ما بدي فوت هلا على مجال ثاني، انا خليني بالتاريخ، بس تاريخيا كان في يستخدموا بعض التقنيات يلي تحد من ضرر الزلازل. ممكن نحكي على الكوارث تاريخيا، انه شو سوريا يعني أنا بزماني عملت إحصائيات من أكثر من 15 سنة، 110 اعتداءات وكارثة طبيعية خلال 10,000 سنة. هلأ ممكن أذكر بعض تاريخيا، بس الجمال بالمجتمع السوري كان يرجع يتعمر بسرعة. حأحكي بعض الأمثلة والأمثلة الكوارث العنيفة اللي صارت بسوريا. حأرجع 3400 قبل الميلاد بأرشيف أوغاريت توثق زلزال. نعم. 3400 قبل. ووصف الدمار اللي كان موجود ورجعت اتعمرت. بالقرن الرابع صار زلزال بشمال فلسطين اللي هي كانت من سوريا، كمان كان عنيف. بالقرن السادس كمان صار زلزال مركز بيروت وكان صار معه تسونامي. من الزلازل اللي كانت عنيفة جدا 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 قرن 12. قرن 12 كان قرن مصائب وزلازل ومغول وفرنجة، يعني عدة زلازل متكررة صارت بقرن 12. في زلزالين 1138 و 1157، هدول الزلزالين كانوا كتير مدمرين، خاصة 1157 قلعة شيزر دمرت بالكامل. وفي وثائق أسامة بن المنقذ هو كان الوحيد الناجي. هي قلعة شيزر كانت لعائلة ضخمة، بيت المنقذ كلهم ماتوا
ما عدا واحد كان هو رحال وباحث، أسامة بن المنقذ، هذا أعطانا وثائق عن الكوارث اللي صارت والحروب اللي صارت بقرن 12. هذا الزلزال دمر عدة مدن سورية. هلأ بنمرق بحمص، حمص مدينة قديمة، بس ليش ما بنشوف آثار كتير قديمة فيها؟ لأنه زلزال قرن 12 1157 دمر حمص بالكامل ودمر حما بالكامل ودمر عدة مدن سورية. في زلزال كمان كتير عنيف، أنا عم أذكر بعض، هو نحن في عشرات الزلازل. في زلزال عنيف صار 1822 بحلب، دمر 80% من مدينة حلب. كان الأعنف كان يعني تاريخياً الأعنف. صحيح. ورجعت تعمرت حلب خلال 10 سنين. يعني دائماً بتقطع. نحن غير الزلازل كمان في من الوثائق السريانية، عم ببحث مبارك انت عن الزلازل كان في كارثة أشد من الزلازل 1757 ميلادي صار صقيع بسوريا، عم الصقيع بكل سوريا، الأنهر كلها جمدت، بيقولوا الزرع والضرع جمد، يعني صاروا يمشوا فوق المي تبع النهر، يعني حتى الأحصنة والعربات تمشي فوق النهر. بس هذا سبب أضرار فظيعة بعدين، بعد ما راح الصقيع كان في مجاعة شديدة، لأنه الصقيع ما خلى شيء، صارت مجاعة شديدة. وهي وثيقة سريانية موثقة هالحدث. قد عمرها هي الوثيقة أستاذ تقريبا؟ 1757. هلا على فكرة الوثائق السريانية أنا بعتمد عليها، لأنه كثير ما بيعتمدوا تاريخيا كثير. أنا بعتمد أرشيف إبلة وماري وأقريت والوثائق السريانية والآرامية. صحيح. وثائق سريانية غنية، أغلب الكنائس السريانية فيها وثائق مو دينية، وثائق بتوثق كل أغلب الأحداث. نحن مر على سوريا كثير كوارث وكثير حروب. يعني أنا ذكرت سابقا، بس بدي أرجع أذكر بحادث أو 10 سنين صعبين من 1401 ل 1410. المغول عدة حملات، بس آخر حملة كانت عنيفة بقيادة تيمور لانك، دمر مدينة حلب بالكامل ودمر مدينة دمشق بالكامل، وأخذ الحرفين اللي ما أخذوا راحوا معه، جمعهم وحرقهم بالحطب دائر الجامع الأموي. يلي كان يزور دمشق بعد هال 1401 يفتكر أنه فيها زلزال، بس هو مو زلزال، تيمور لانك المغولي هو دمر هالمدينتين، خاصة دمشق. هو كان بيعتبر أنه المقاومة تبع حملات المغول كانت تنطلق من دمشق، لذلك بده يمحي دمشق من الخريطة. وصار في جراد وأمراض، 10 سنين صعبين جدا جدا، بس الإعجاز وين؟ انتهت هدول ب 1410. من 1410 1415 رجعت الحياة لدمشق، ورجعوا عمروا أسواق، وعمروا بدمشق وحده 500 مدرسة. هاد بعد هالكارثة، هي أنا بعتبرها هي أفظع كارثة مرقت على سوريا. بس قطعت ومرق كتير وقطع تاريخيا. قديش في نقاط في هلأ في كمان أنا سوريا. هذا الحادث ذكرته قبل هلأ، بس ضروري نذكره هلأ كمان، إنه ناخدها عبره إنه نحن بدنا نطلع منها. أكيد نحن نطلع ويرجع الخير. هلأ في كارثة كمان فظيعة، أو عدة كوارث اجتمعوا من 1910 ل 1920، كمان 10 سنين، نحن دائما بيجينا 10 سنين صعبين. بتسمعوا بالسفر بر. طبعا. وقت التركي اخذ كل الشباب سوريا على حرب ما لهم فيها شيء. صحيح. ما خلى حبة قمح. انا بعتذر على الكلمة، كانوا الناس يرقدوا لروس الحيوانات ياكلوا. وكمان اجى جراد. واجى امراض. وقطع. واجى فيروس. اسمه الفيروس الإسباني، قتل بالعالم كلياته تقريبا 50 مليون. إجا فيروس نفس الوقت. فرنسا اعتقدت أنه سوريا منتهية، هذا الوقت مناسب لناخدها لقمة سائغة. صح. طلعوا كوكبة من رجالات سوريا قيادة يوسف العظمة وتصدوا لهم، عارفانين حالهم، بس بده يفهمون أنه مقاومتكم يعني هي عيد الجلاء. الجلاء صار 1946، بس معركة الجلاء بدأت من يوم دخول الفرنسي بقيادة يوسف العظمة وما استقروا ولا يوم. لذلك نحن كله عم يقطع. هلأ أنا في الفنان سعيد تحسين وثقها هاي الحادثة. ما إذا بتبين
اي اخذينا على الكاميرا باينه. ايه بتشوفوا انه المشانق كمان الاعدامات اللي صارت والمجاعه هاي بالعهد الفرنسي. لا هاي بالعهد العثماني، نهايه يعني العهد العثماني عم بحكي عن المجاعه. وقت اجوا الفرنسي افتكروا انه نحن منتهيين بس ما منتهيين. هاي بالعهد الفرنسي، هدول 10 سنين كانوا كثير صعبين، هلا انزل في امثله كثير بس ما في وقت لنذكرهم كلياتهم. بس كله قطع ورجعت سوريا. هلا انا دائما بحكي بالتلفزيون بيقولوا لي يعني سوريا باقيه ومنتصره وحتكون باقيه ومنتصره ان شاء الله. هلا اليوم كنا نتمنى نعايدكم بغير هيك مناسبه، اليوم هو يوم المرشد، اليوم العالمي للمرشد السياحي. بنتمنى لكم كل التوفيق بعملكم، مثل ما قلنا كنا بنتمنى نكون بظروف افضل من هيك تكون معايدتكم عبر الاخباريه بطريقه ثانيه. استاذ خلينا هيك نحكي في مقوله، وقت الزلزال بيضرب بعض المواقع الاثريه، هذا الدمار ممكن يشكل لوحه، يعني ممكن يشكل لوحه تكون هي مقصد للسياح فيما بعد. يعني هل مرق هذا المثال ضمن الزلازل اللي مرق تاريخيا؟ بعد الحرب عم يجي ناس، نحن كان سوريا مشهوره بالسياحه الثقافيه، بس في سياح بالعالم عندهم فضول يشوفوا شو صار بسوريا بالحرب، هذا بيقولوا له بلاك وور توريزم. إيه هلا إبلة، انا دعيتكم لتزوروا إبلة، إبلة اتدمرت على يد المسلحين الارهابيين. بس إبلة وفيها لسه شيء حلو، بس يجي الدليل السياحي يستحبهم لإبلة ليفرجيهم همجية الارهاب اللي كان مدعوم من الغرب. نعم نحن هيك، حتى سياحة الزلازل في ناس عندهم فضول بالعالم يجوا يشوفوا شو صار. تمام. هي اسمها بلاك توريزم. يعني ممكن ناخذهم ونفرجيهم شو صار. نحن الصراحة نحن من 100 سنة لهلا نحن تحت زلزال عنيف اللي هو المشروع الغربي الصهيوني. يعني بدأ ببداية القرن الماضي لليوم، نحن هذا زلزال ضخم عم نعاني منه وله ارتدادات. تمام استاذ. هلا في سؤال دائما بيسالوني انه تاريخيا في زلازل بتتكرر عنيفه بنفس الوقت. هلا ممكن تتكرر وممكن ما تتكرر. شو يعني تتكرر؟ وقت نقول تتكرر، هلا مثل احنا من بستة شهر كان في زلزال، امبارح تاكد في زلزال، في ارتدادات هذول. بس بقرن 12 فعلا كان عم تتكرر. بس في كمان احيانا زلزال وحيد وعنيف. ما يجي زلزال عنيف بعد منه، بس ممكن يجي زلزال ثاني عنيف، لانه نحن ما في حسم لهي المنطقه، غير مستقره ارض، يعني في فوالق بالمنطقه. امبارح كانت شدته 6.3، يعني كان قوي نوعا ما، قريب لا متوسط هذا يعتبر. متوسط. طيب. انا الزلازل اللي ذكرتها تاريخيا هي كانت مدمرة. 8 او 9 صحيح، 8 او 9 هي بتكون مدمره. طيب استاذ، نحن اليوم بمرحله يعني ما بعد الكارثه، الاضرار شفناها على ارض الواقع، كيف اليوم رح يتم ترميم هي الابنيه او المعالم الاثريه؟ توضعوا دراسات تحليليه معينه لحتى تقيموا حاله البناء؟ طبعا هلا انا مالي مسؤول بالمديريه الاثار، بس بعد ما انتهت الحرب بعد 1918 يعني كان في اعجاز بالترميم. 5 مقاطع بالسوق القديمه ترمم بسرعه، وفي خالد موليد، جامع خالد موليد. نعم. كنيسه ام الزنار، الكنائس بحي جديده، الكنيسه المارونيه كانت مدمره وترممت. على فكره هلا كمان بالاثار اغلب الابراج والمآذن كمان تدمرت بهذا الزلزال. في هذا الزلزال بقال نحن قلت لك في قدره. حلب وقت تدمرت 1822 خلال 10 سنين رجعت تعمرت. تمام. 80%. وهداك الوقت ما كان في آليات، يعني بإيدهم بوسائل بسيطة رجعوا عمروها بعشر سنين. بس ذكرت نقطة، يعني هي اليوم أي حدا عم يشوفنا بده تلفته إنه من زمان كانوا يحطوا مادة بقلب البناء اللي حضرتك قلت إنها هي تقنية ضد الزلازل، يعني وأخذوا عينة واكتشفوا إنه هي فيها مادة ضد. اليوم ليش ما عندنا هاي التقنيات؟ ليش ما عم يصير، ليش عم يكون هذا البناء العشوائي الغير صحيح. مسؤول لا أخلاقياً ولا طبعاً. مادياً يعني. طبعاً هلا الأبراج اللي سقطت خاصة باللاذقية اكيد ما في بالخاصه اساساتها، لانه في حصيره اسمنتيه اللي بتمتص الصدمات. هذول طلعوا كلهم استاذ بالازمه، يعني طلعوا بطريقه بالأزمة. غير شرعيه. طبعا طبعا، يعني للاسف لازم من هلا ورايح نحترم النظام، ونحن كنا منطقه زلازل لازم يكون تجديد بالبناء، انه يكون بناء مقاوم للزلازل او عنده قدره امتصاص الاهتزازات الافقيه تبع الزلازل.
تمام. يعني اليوم قد ايه مهم انه لما نرجع نرمم الابنيه او المواقع الاثريه اللي تضررت نرجع نرممه بطريقه يعني نفس اللي كان عليها، يعني هي على فكره هلا اللي ترمم بعد الحرب كان فعلا كانوا عم يحترموا القواعد انه رجعوا كل شيء مثل ما كان اصلي تمام. ممكن طبعًا كمان يرجعوا نفس الصوره ونفس الهويه. ممكن انا قلت لك انا متفائل لانه القصص التاريخيه بتخليني اتفائل. وهلا شفنا هلا انا كنت كثير حزين انه فكرت ما في محبه بين الناس. هالهبه اللي صارت صحيح، يعني طلعنا لساتنا بنحب البلد ولساتنا بنحب بعض صحيح. يعني خاصه اول ثلاث ايام شيء امور لا تصدق، كنا لحالنا اول ثلاث ايام يعني لسه ما وصلت مساعدة، وصلت المساعدات وصلت بالثالث يوم. اي والله اكيد كان في مبادرات فرديه، في مبادرات وفي ناس. على فكره انا عم يجيني اتصالات من برا عم نوجههم للتبرع للهلال الاحمر، لانه في حتى اللي زاروا سوريا وحبوا سوريا حابين يتبرعوا عم يتبرعوا هلا عن طريق السفارات وعن طريق الهلال الاحمر. يعني اليوم ما حدا عم ينطر حدا، يعني شفنا هدول مبادرات كثير حلوين. من قبل كم يوم كمان وصل طاقم من الاطباء سوريين مغتربين بالكويت وصلوا على سوريا كمان للاغاثه والمساعده. يعني هدول المبادرات الفرديه خلينا نقول اثلجت القلوب. مرقت سنوات الحرب، يعني عشنا خوفنا على بعض، ولكن في كان شيء غريب بهدول الايام اللي مرقوا. يعني هذا الاحساس كان عند الكل انه مشهدنا هي المحبه، هذا الخوف، هذا الفزعة بتطلع. هي دائما بالشدائد السوري بيطلع بيبين سعيد بيحكي وبينتقد وكذا، بس عند الشدائد بيصيروا قلب واحد. هلا كيف تغلبوا على الكوارث اللي صارت بالتاريخ؟ بالمحبه وبالعمل، يعني شيء كان كثير رائع. خاصه هلا يعني رغم الزلزال حسيت بشيء ايجابي، انه هاللمه اللي التمت سوريين كلهم قلب واحد. بتمنى تبقى رغم تزاحم الالام، نحن عم تتزاحم علينا الآلام والأعداء من كل الدنيا صحيح، رغم أنه ما أزينا حدا نحن. نحن لا أزينا كندي ولا أزينا أمريكي ولا أزينا أوروبي ولا أزينا حدا. الكل عم يتزاحم ليعمق آلامنا، بس نحن حنكون أقوى منهم. الدليل على كلامك أستاذ أنه نحن كنا بفترة الناس عم تدفن ضحايا الزلزال، لسا عمليات البحث قائمة، العزاء ما خلص ببيوت الناس صحيح. الخوف عم يتجدد كمان صحيح كيف. فاجتنا الاعتداء الاسرائيلي يعني لا انساني. رجعنا اليوم بريف السخنه كمان الابرياء اللي راحوا يوم الاعتداء فقراء بالنهايه، يعني يوم الاعتداء الاسرائيلي والمذابح. جاني اتصال من سيده بريطانيه عم تستنكر الاعتداء الاسرائيلي. على فكره اللي عم يزور سوريا وعم نقدر نعرفه على حضارتنا وحاضرنا كثير عم يصير صديق لسوريا. استنكرت الاعداد وقالت لي انه مو ناقصكم، بس قلت لها نحن لساتنا واقفين. حتلا بس بتحس انه صار في ثقل، يعني انه ثقل كبير من كل الجهات، ثقل يعني كبير. هلا انا دائما عم شوف بحلب، هلا المشكله الكبيره بحلب وباللاذقيه وبجبله انه نستر هالعيلات، هذا اهم. انا بعرف ناس يعني كانوا اصحاب عز وعندهم بيوتهم ودفيانين ببيوتهم قاعدين بالملعب مع عشرات العائلات ومكشوفين على بعض. أنا بدعي إنه هلا سواء مساعدات داخلية أو خارجية إنه نبذل جهد إنه نستر هالعائلات إن شاء الله بمكان إقامة مستقل لكل عائلة، مساعد ببعض. يمكن هاي النقطة الأهم، يعني اليوم الجهات المعنية المفروض تشتغل عليها. يعني هي خلينا نقول ولو السكن المؤقت، الناس يعني قد ما قعدت بالنهاية ما حدا حيرتاح. في شيء عم يصير هلا إن شاء الله يكون بسرعة، نتأمل أكيد لأنه البرد كمان هاجمهم. نشكر وجودك لليوم، نرجع نعايدكم مرة ثانية وإن شاء الله هيك السنة الجاية بنعايدك بظروف أفضل، وخلينا بيكون نستذكر هاي الأيام الصعبة كيف مرقت علينا. شكرا أستاذ عبد الرزاق، شكرا معاكم وشكرا لكم. انتم لساتكم ثابتين الحمد لله، لساتكم مستمرين ان شاء الله او مستمرون ولساتكم متألقون. شكرا لك استاذ عبد الرزاق.